من الصعب أنك تكبر وتعيش بعيد عن العائلة ديالك، تجابع كل ظروف الحياة الصعيبة، أنه يكون الشارع هو المأوى ديالك. جيت في عمري 10 سنين، خرجت من الدار مولات 10 سنين، قلت لي ما قلت لها عطيني شي شكارة حليب، روحت من ديك الضربة ما وليت. هي حكاية خوتنا يمينة اللي قضت أكثر من 40 سنة وهي في الشارع. كنت نرقد على الكارتون. هكذا يا مينا؟ إيه كنت نرقد على الكارتون. أنا اللي كبرني الكارتون، ما كبرت لا في الدار لا والو، كبرت في الكارتون، حياتي كاع راحت في الكارتون. وين قررت الخروج من المنزل ديالها وهي بعمر صغيرة؟ ما نقدرش نقعد في الدار، ميم دوكا نروح ما نقدرش نقعد، نقعد يومي تلت أيام، لك يومي تلت أيام نروح. هذا ما منعهاش أنها تعمل وتجيب لقمة حلال. نهار اليوم راح نشوفوا قصة تحدي، راح نشوفوا قصة امرأة تحدات كل شيء رغبة منها في لقمة الحلال. ماني طالبة منهم والو، طالبة منهم كش خدمة هكا، خدمة باش نخدم. عييت من هاد البابي مشوار، الساشيات، الشتا عليا، السخانة عليا، عييت بزاف.